بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي الطلبة السلام عليكم موضوعنا اليوم يندرج ضمن مجال التخصص الوظيفي للبروتينات الذي يهدف هذه المرة إلى إظهار التخصص الوظيفي للبروتينات في النشاط الأنزيمي الإشكالية المطروحة ما هي العلاقة بين بنية الأنزيم ووظيفته؟ للإجابة على هذه الإشكالية نقترح عليكم الدراسة التالية أجزاء منها مأخوذة من موضوع بكالوريا 2008 تمثل الوثيقة واحد تغيرات تركيز الأكسجين في وجود الجلوكوز أو الفركتوز بإضافة إنزيم جلوكوز أكسيداز في درجة حرارة ودرجة pH ثابتتين. المطلوب حلل الوثيقة وماذا تستنتج نتابع معا تحليل الوثيقة يمثل المنحنى تغيرات تركيز الأكسجين في وجود الجلوكوز أو الفراكتوز بإضافة أنزيم جلوكوز أكسيداز قبل إضافة الأنزيم نلاحظ أن تركيز الأكسجين يبقى ثابت ومتساوي بالنسبة لكل من الجلوكوز والفراكتوز بعد إضافة الأنزيم في وجود مادة الفراكتوز يبقى تركيز أكسجين ثابت وهذا لعدم نشاط الأنزيم في وجود مادة الجلوكوز نلاحظ تناقص سريع لتركيز الأكسجين فالانزيم الغليكوزوكسيدات يؤثر على الجلوكوز كمادة تفاعل، ولا يؤثر على الفراكتوز. نستنتج إذا أن الأنزيمات تتميز بتأثيرها النوعي اتجاه مادة التفاعل. تلعب الأنزيمات دورا أساسيا في التفاعلات الكيميائية التابعة لمختلف النشاطات الحيوية للخلية من هدم وبناء تمثل الوثيقة 2 معادلتين تظهران تفاعلين من تفاعلات الأكسدة الخلوية الجلوكوز زائد أكسجين في وجود جلوكوز أكسيداز ينتج عنه حمض الجلوكونيك زائد ماء أكسجيني الغلوكوز في وجود الهيكزوكيناز والأتي بي ينتج عنه جلوكوز مفسفر المطلوب ما هي المعلومات التي تقدمها لك معادلات الوثيقة 2 حول النشاط الأنزيمي؟ نتابع معا في المعادلة الأولى يعمل أنزيم جلوكوز أكسيداز على أكسدة الجلوكوز في وجود الأكسجين إلى حمض جلوكونيك وماء أكسجيني فهو تفاعل أكسدة في المعادلة الثانية يعمل الهيكزوكيناز على فسفرة الجلوكوز في وجود الاتي بي فهو تفاعل الفسفرة إذا في كل تفاعل يوجد تخصص متعلق بمدى التفاعل وتخصص آخر متعلق بنوع التفاعل المعلومات التي يمكن الخروج بها أن تأطير الأنزيم نوعي له تخصص بالنسبة لمادة التفاعل وتخصص بالنسبه للتفاعل فتخصص الوظيفي مزدوج يمكن كذلك التأثير على نفس الماده بانزيمين مختلفين السؤال المطروح الان اين تترجم هذه النوعيه على مستوى الجزيئي للانزيم للاجابه على هذا السؤال اقترح عليك الوثيقه ثلاثة. والتي تمثل مرحلة من مراحل تشكيل المعقد انزيم مادة التفاعل، تم تمثيلها ببرنامج الغاستوب، المطلوب قدم رسمًا تخطيطيًا مبسطًا مدعمًا بالبيانات المشار إليها بالأحرف، تبرز فيه المرحلة الموالية للشكل المقابل. الرسم التخطيطي المقترح معروض عليكم على الشاشة. تبين الوثيقة انزيم قبل ارتباطه بمادة التفاعل، يظهر الانزيم بالازرق ويحتوي على تجويف الذي يشكل الموقع الفعال، ومادة التفاعل تظهر بالاحمر. المرحلة الموالية تتمثل في تجاذب الانزيم بمادة التفاعل وارتباطها يشكل معقد انزيم مادة التفاعل. يلعب الموقع الفعال دورا أساسيا في التخصص الوظيفي للأنزيمات، المطلوب حدد الخاصية البنيوية لهذا الجزء، الخاصية البنيوية للموقع الفعال يتميز الموقع الفعال ببنية فراغية تتكامل مع مادة التفاعل فيشكل معقد أنزيم مدى التفاعل يتشكل أثناء حدوثه روابط انتقالية بين جزء من مدى التفاعل والموقع الفعال لتوضيح العناصر المشاركة في تشكيل الموقع الفعال نتابع معا الوثيقة 4 يمثل الشكل واحد للوثيقة 4 الأحماض الآمينية التي يتشكل منها الموقع الفعال لأنزيم كاربوكسي بيبتيداز بينما الشكل 2 يبين البنية الفراغية للأنزيم في وجود مادة تفاعل تم تمثيلها بواسطة برنامج الغاستاب المطلوب ما هي المعلومات التي تقدمها لك هذه الأشكال نتمعن معا في الشكل واحد نلاحظ أن الموقع الفعال يتكون من ستة أحماض آمينية نذكرها الهستيدين رقم 69 حمض الغلوتاميك رقم 72 الأرجينين رقم 145 الهستيدين رقم 196 التيروزين رقم 248 حمض الغلوتاميك رقم 270 لاحظ معي هل هذه الأرقام متسلسلة في البنية الأولية؟ لا، هي غير متسلسلة. إذا كانت غير متسلسلة في البنية الأولية، هل هي متباعدة في البنية الفراغية؟ نلاحظ معا الشكل اثنين. تظهر الأحماض الأمينية متقاربة. تماما في ألوان الأحماض الأمينية. منها من يظهر ما يظهر ملون بالأزرق. فيمثل موقع التحفيز. البعض الاخر ملون بالاصفر يمثل موقع التثبيت ففي البنيه الفراغيه للموقع الفعال موقعين موقع التثبيت وموقع التحفيز وهذا ما يكسبه الخصوصيه المزدوجه فصفه النوعيه مرتبطه بهذين الموقعين اذا تساءلت عزيزي الطالب كيف تمكنا من الحصول من التعرف على الاحماض الامينيه المكونه للموقع الفعال يكفي ان ننزع احد هذه الاحماض الامينيه فيتوقف النشاط الانزيمي واذا نزعنا حمض اميني اخر خارج عن هذه الاحماض الامينيه لا يؤثر عن عمل الانزيم يبقى التساؤل كيف يتم ارتباط الانزيم بماده التفاعل ليشكل معقد أنزيم مادة التفاعل للإجابة على هذا السؤال أقترح عليكم الوثيقة خمسة يمثل الشكلان ألف وباء الموقع الفعال للإنزيم السابق في وجود وغياب مادة التفاعل تم تمثيلها بواسطة برنامج الغاستوب المطلوب أ قارن بين الشكلين ألف وباء با استنتج تعريفا للموقع الفعال جيم لخص طريقة عمل الإنزيم دال مثل برسم تخطيطي طريقة تأثير الإنزيم على مادة التفاعل ألف المقارنة بين الشكلين ألف وباء. في غياب مادة التفاعل تأخذ الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال وضعية فراغية متباعدة. في وجود مادة التفاعل، تأخذ الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال وضعية فراغية متقاربة نحو مادة التفاعل، لأن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل تصبح في الموقع المناسب للتاثير على مدى التفاعل انه التكامل المحفز من هذه المعلومات يمكن تقديم الان تعريفا للموقع الفعال الموقع الفعال هو جزء من الانزيم يتشكل من عدد قليل من الأحماض الآمينية محددة وراثيا عددا نوعا وترتيبا ذات أرقام غير متسلسلة في البنية الأولية ومتقاربة فضائيا له القدرة على التعرف النوعي على مادة التفاعل ننتقل الآن إلى الإجابة لسؤال جيم تلخيص طريقة عمل الأنزيم نأخذ كمثال تركيب سكر الحليب أحد مكونات الحليب عند الثدييات. تتم طريقة عمل الأنزيم بحدود تكامل بين الموقع الفعال للأنزيم ومادة التفاعل عند اقتراب هذه الأخيرة، والتي تحفز الأنزيم لتغيير شكله. فيصبح الموقع الفعال مكملاً لشكل مادة التفاعل. إنه التكامل المحفز. الناتج عن تشكل روابط ضعيفة انتقالية بين مادة التفاعل والأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال، فيحدث التفاعل. ينفصل بعدها ناتج التفاعل ويسترجع الأنزيم بنيته الأصلية. الرسم التخطيطي المقترح لطريقة عمل الأنزيم ممثلة كما يلي: الذي يمثل انزيم اللاكتوز سنتاز زائد اس ان الجلوكوز زائد اس 2 يمثل الجالاكتوز يعطينا او اس اس 2 معقد انزيم التفاعل والذي ينتج عنه او ب بي ناتج تفاعل وهو اللاكتوز نتوصل الان الى الخلاصه حول الانزيمات في الأنزيمات هي بروتينات يتم تركيبها على مستوى الخلية انطلاقا من معلومة وراثية فهي جزيئات ضخمة تتكون من سلسلة أو أكثر ببتيدية بإمكانها التأثير داخل الخلية أو خارجها تقوم الأنزيمات بتنشيط أنواع مختلفة من التفاعلات تركيب، تفكيك، تحويل جزيئة تعتبر الأنزيمات وسائط حيوية بيوكاتاليزور تعمل على تسريع التفاعلات الكيميائية الحيوية بشروط محددة من pH ودرجة الحرارة تتميز بتأثيرها النوعي تجاه مادة التفاعل وتأثير نوعي لنوع التفاعل بهذه الخلاصة يكون قد اكتمل موضوعنا لنهار اليوم كما أقول دائما من جد وجد ومن زرع حصد أعزائي الطلبه اترككم في رعايه الله وحفظه